وأذكر لعلي ذكرت هنا قصة أن رجلا ملحدا كان مع رجل متدين في رحلة سياحية، فيقول بدأت أخاطبه وإذا هو ملحد ينكر وجود الله، قل فدخلنا مغارة، فقلت له هم في السياح، قلت هذه المغارة من صنعها؟ قال العوامل الطبيعية. يقول قلت له صح كلامك، العوامل الطبيعية صنعت هذه المغارة. يقول ثم أخذنا وترون إلى مغارة أخرى وكانت أكبر من الأولى، وفيها من غرف النوم وفيها كراسي وفيها شيء مرتب. قلت هذه من صنعها؟ قال إنسان. قلت لماذا الأول صنعها العوامل الطبيعية والثاني إنسان؟ قال الثاني مرتب. قلت أنت من رأسك إلى رجلك كلك مرتب، كيف تقول إن الطبيعة وجدتها؟ الطبيعة ما تستطيع أن توجد شيء مرتب. يقول فسكت، ما عرف كيف يجاوب. إنسان يفكر في نفسه فقط. سبحان الخالق جل وعلا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مجرد من يأتيك شك تأمل في نفسك، كيف ترى، كيف تسمع، كيف تبصر، كيف تعقل، كيف تعطيك الطبيعة هذه الأمور وهي لا تملكها؟ فاقد الشيء لا يعطي. إنسان يتأمل مع نفسه. لو قال لك قائل إن الذي أعطاك العين البقرة، تقول أنت مجنون، البقرة شلون تعطيني العين؟ البقرة ما عندها عقل. طيب الملاحدة أجن من هذا الرجل، ليش؟ على الأقل هذا الرجل قال لك البقرة تتحرك، تسمع، ترى، لكن ما تعقل. هذاك لا، هذا يقول لك الطبيعة أعطتك، الطبيعة شلون تعقل؟ سبحان الله، ملاحدة هؤلاء ما عندهم عقول أبدا. لذلك الله جل وعلا أخبر أنهم يتخذون إلههم هواهم بس، ولا ما عندهم أي برهان،